هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-360-0101، رقم الثاني 021-360-0102، ورقم الأخير 021-360-0103. يمكنك أيضا متابعتنا على البث المباشر على قناتنا في اليوتيوب. أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أيضا يمكنكم متابعة البرنامج على عبر راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.09. نجدد الترحيب بكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونبدأ شيخنا بهذا السؤال. يقول السؤال فضيلة الشيخ: ما تعليقكم حول الهجمة الإعلامية من بعض الأقلام الصحفية ضد قرار بعض الجهات الأمنية بمنع المرأة من السفر بدون محرم، وما حكم الشرع في ذلك؟ تفضل شيخنا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أقلام للأسف في بلادنا متربصة تنتظر بترقب وشوق على أهبة الاستعداد لصدور أي شيء نافع، أي شيء فيه مصلحة للوطن أيا كانت هذه المصلحة، ما كانت مصلحة أمنية أو أخلاقية أو شرعية أو سياسية أو لها علاقة بالشرع والدين، تجدها متربصة مترقبة لتنقض عليها بجيشها وقضها وقضيدها لتسفيه ما صدر وتنقيصه وذمه، و يعني كل الأوصاف التي لا تليق يطلقونها عليه، ويستعملون في ذلك بعض الأساليب الرخيصة مثل يعني حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهم يعلمون أن هذه مجرد شعارات جوفاء لا معنى، يرددونها ويعلمون أن أصحابها الذين يطلقونها هم أنفسهم لا يطبقونها وهم غير مقتنعين بها، ولكن يستعملونها علينا في بلادنا عندما يريدون أن يعني يوقعوا علينا ضررا بوجه من الوجوه أو على مجموعة منا بوجه من الوجوه، كما يستعملون شعار الإرهاب، يستعملون متى يشاءون إذا أرادوا أن يتخلصوا
من جماعات من الناس. كذلك مسألة شعار حقوق الإنسان لا حقيقة له، يطلقونه هكذا بحيث يشوهون الناس. فهذه المجموعات الآن في الأيام الأخيرة يعني شنت حملة كبيرة تسفه القرار الذي حصل من بعض الجهات الأمنية فيما يتعلق بسفر المرأة. وهذا السؤال محتواه ورد من جهات كثيرة متعددة إلى دار الإفتاء، وخلفية هذا السؤال هو أنه في الأشهر الماضية جهات النيابية وبعض الجهات الأمنية اكتشفت خلايا وشبكة كبيرة من الفساد، فساد أخلاقي متعلق بتجارة في الخمور والمخدرات، ومتعلق بفساد النساء، الزنا واللواط والشذوذ الجنسي وبالإلحاد من بعض الشابات والشبان. ولما نتكلم عن الإلحاد مش معناه أن هؤلاء الشباب والشابات الذين ضبطوا هم فعلا وقعوا في شبهات حول الإسلام وأنه غير ملائم، ووجدوا الأديان الأخرى لانتقلوا إليها تحل أسئلة في عقولهم. لا، ليس كذلك. هم انتقلوا إلى الإلحاد لأن في الإلحاد إباحية، ليست فيه مساءلة، افعل ما شئت، اسرق، اخنب، اقتل، تاجر في المخدرات، خذ الحشيش، افسق بكل المعاصي، ارتكب ما شئت، لأن الإلحاد ما فيش قيود ولا حدود ولا قانون، ولا هذا حلال ولا هذا حرام. أروا هذا هو الدافع الحقيقي لحالات الإلحاد التي وجدت في بلادنا من أجل الانتقال إلى إباحية مطلقة، يعني مثل الحيوان تماما، يتجرد الإنسان من إنسانيته ليمارس يعني وظائف الحيوان بكل ما فيها من يعني انطلاق من غير فكر ولا عقل ولا ما يصلح ولا ما لا يصلح. هذا هو السبب في حالات الإلحاد التي حصلت في بلادنا. الغرض أن هذه الشبكة التي ضبطت من بعض النيابات وبالتعاون مع جهات أمنية، هذه وجدوا فيها جماعات من التحقيق، مع التحقيق معهم يعني اعترفوا بهذه الأشياء الشاذة التي ذكرتها. ومن تورطوا وتورطنا في هذه المسائل يدلون ببيانات عن أناس آخرين من النساء ومن البنات، نساء بعضهن متزوج وبنات صغار. ولما تذهب الجهات الأمنية للقبض عليهم من أجل التحقيق في هذه الجرائم، لأن هذه جرائم مخدرات وخمر وزنا ولواط وكل الموبقات من غير أي حد، لما تذهب الجهات الأمنية لتقبض على بعض الأسماء من النساء ومن البنات اللي وردت أسماؤهن أثناء التحقيق مع آخرين وأخريات، لما يذهبوا إليهم في بيوتهم ويسألوا عنهم في بيوتهم يقولهم أهلهم هي هذه البنت وهذه المرأة الآن ما عاش لقيناها، هربت، مشت، سافرت، هل عندكم بها علم؟ يقول لا، ما عندناش بها علم. فماذا يصنعنا؟ تأخذ شنطتها وتتجاوز الحدود ولا تركب في الطيارة وتمشي على حالها ضمن هذه الشبكة التي كانت تشتغل معها، لأن هذه الشبكات أكثرها يدار من الخارج، فيها شخصيات في داخل ليبيا، ليبيين وغير ليبيين،
ولكن لها علاقة بشبكات أخرى في الخارج، فعندما تحس بالخطر وأن يمكن القبض عليها والتحقيق معها لربما تواجه عقوبة على جريمها، لأن ما يرتكبوهم ما يرتكبوا هؤلاء هي جرائم بمقتضى القانون، فلا تستطيع النيابة ولا الجهات الأمنية الوصول إليهن. يعني لما يعرفوا أن هناك من استدعاه ولا كذا خلاص هي تجتاز الحدود، تأخذ السيارة تاكسي وكذا وتذهب إلى حالها، وهذا طبعا يسبب مشاكل كبيرة. يسبب شو معناه؟ معناه إفلات المجرم من العقاب، وتبقى يبقوا بناتنا ونسائنا يعني ضحية لشبكات تتاجر فيهن كما يتاجر في الرقيق، يباعن ويشترين. هناك فرق بين الرجل والمرأة، الرجل ربما لا تصل به الدرجة هذه حتى انحرف، العصابة ما تبقاش هي بتبيعه بالمال للزنا وللفسوق، لكن المرأة تباع وتشترى للشهوة وللمتعة ويصلنا مثل الرقيق. هذا أمر شنيع وأمر لا يقبله لا عقل سوي ولا فطرة سليمة، ولا يقبله أي عاقل، لا يقبل أحد أن النساء في البيوت والبنات في البيوت يعني يختطفنا ويهربنا لشبكات تتاجر بهن من أجل المتعة ومن أجل الفجور ومن أجل الفساد والتهريب واستعمالهم في كل الموبقات. هذا لا يقبله أحد، ولا يقبله عاقل، ولا يقبله سوي. فما فعلته بعض النيابات من القبض عليهن وما فعله بعض جهات الأمنية لمتابعتهن هذا أمر مشروع. لم يتمكنوا من ذلك، خاطبت بعض الجهات الأمنية، خاطبت المنافذ، قال لهم المرأة إذا جت من غير محرم ولا من غير زوج ولا كذا لابد أن تملى البيانات، أعطوهم استمارات وتملى البيانات لماذا هي سافرت وحدها من غير أبيها ولا من غير أخيها ولا من غير محرم، لعل يكون هناك اشتباه مثل هؤلاء النساء اللاتي ذكرت أسماؤهن وطلبهن الجهات الأمنية. فلما صدر هذا الأمر للمنافذ من الجهات الأمنية من أجل ضبط الأمن ومنع الجريمة، بعدين عاد خود لك الناس اللي هم يتربصون بكل شيء فيه خير للبلد وكل شيء فيه إصلاح وكل شيء له علاقة بالدين، يعني نفروا جميعهم بقضهم وقضيدهم وخيلهم ورجلهم وسلطوا ألسنتهم على هذا القرار، وهذا مخالف لحقوق الإنسان ومخالف لحقوق المرأة وكذا وكذا وكذا. أولا هذا الذي فعلته الجهات الأمنية هو الصواب وهو الصحيح، لأنه وسيلة للحد من الجريمة. ثانيا إن هذا الذي فعلوه الآن هو ليس جديدا، هذا قديم من عشرات السنين، من عهد القذافي كان هناك قانون، ليس فقط تم الاستمارة المرأة ولم تخرج، لا، هناك قرار وقانون صادر للجهات منافذ والنقاط يعني الخروج من البلد أن المرأة لا تسافر إلا ومعها زوج أو محرم، وهذا كلام صحيح وموجود في القانون، ولم يكن هناك أحد من هؤلاء الناس الذين تسلطوا الآن على قرار الجهات الأمنية، لم يكن أحد منهم في ذلك الوقت ينطق ببنت شفة، ما يستطيعش ذلك الوقت. ما يفعل القذافي كله مسلم، ليس هناك حقوق إنسان ولا حقوق مرأة ولا يحزنون. لكن الآن لما مبادئ فبراير أعطتهم الحرية، انظر كيف استعملوها ضد الحق وضد القانون وضد الشرع.
النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم. وألحق الفقهاء بذلك، ألحقوا سفرها الواجب اللي هو لابد منه مع الرفقة الآمنة، لا أن تسافر مع الرفقة الآمنة في سفر هو ضروري علاج أو رجوع لبلد أو نحو ذلك. هذا هو الحكم، وهذا الحكم هو وحي من الله سبحانه وتعالى أخبر به نبيه، قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. والوحي لا تعقب عليه ولا تنقص فيه، والناس وإن لم يدركوا مصلحته في وقت من الأوقات هم الآن قد أدركوها، ها هم قد أدركوها الآن، عندما تفجر المرأة في البيت ولا تعمل مصيبة وتبقى هي في واقعة في شبكة تتاجر بها وتبيعها بالمال للزنا والفساد وكذا، ها هو تطبيق الأحكام الشرعية في هذه الحالة يضع بعض العلاج لهذا الإجرام. لكن هؤلاء المتربصون لا يرضيهم شرع ولا يرضيهم إصلاح ولا يرضيهم قانون ولا يرضيهم أي شيء يصدر في هذه البلد فيه خير للناس، لا يرضيهم أي شيء فيه خير للناس أبدا. وإذاك هم شنوا حملة كبيرة الأيام الماضية في الإعلام وفي الصفحات وفي كذا، ويتباكون على حقوق الإنسان ويتباكون على الله تبارك وتعالى. يقول في كتابه العزيز بالقسم، مش حتى كلام هكذا، بالقسم في القرآن بالقسم، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى قسم ولا يكره أحد إلى أن يقسم، لكن لما يكون الأمر عظيم وخطير وشديد تأتي صيغة القرآن بالقسم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه أطلب من كل من شارك في هذه الحملة ضد الجهات الأمنية بتسفيه القرار والطعن فيه، أطلب منهم إن كانوا مسلمين يؤمنون بالقرآن أن يتأملوا في هذه الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان القرآن، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حكم الله في هذه المسألة ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح متفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله إلى آخر الحديث. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش مجرد أنهم يرضوا فقط، بل حتى صدورهم ما يبقاش فيها أي ضيق من هذا الحكم، ويسلموا تسليما، غاية التسليم وغاية الخضوع وغاية يعني الإذعان لأمر الله ورسوله. ويقول تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخيرة من أمرهم. ما عاش عندك حرية، ما عاش عندك حاجة تتاجر بها تقول حقوق إنسان ولا حقوق مرأة. هل هذه الشعارات الجوفاء التي غير مطبقة في حقيقة الأمر، شعارات من غير تطبيق، حقوق الإنسان كفلها الإسلام وطبقها تطبيقا حقيقيا للمرأة وللصغير وللكبير، لكن هذه الشعارات التي ترددونها على ألسنة غيركم وهي غير مطبقة، هل تقدمونها هذه الشعارات على أمر الله وأمر رسوله؟ هل يحق وليحل لمسلم أن يفعل ذلك؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومثل هذا الفعل عندما يكون هناك حكم من الله وحكم من رسوله
صحيح صريح في مسألة، من اختار غيرها ماذا يسمى؟ يسمى محادا لله ورسوله، هو معاديا يحادي الله، يجاهره بالعداء، واقفا في وجه الله ووجه رسوله. هل يليق بالمسلم أن يكون كذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول في من إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ويقول تبارك وتعالى في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بها شرعا، وأنه لا يحل ولا يجوز لأحد أن يخالفها، ليس لأحد أن يخالف أمر الله وأمر رسوله. آيات كثيرة كلها فيها وعيد وفيها عقاب وفيها عقوبة لمن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإني أنصح هؤلاء الناس الذين اشتركوا في هذه الحملة أن يراجعوا أنفسهم فيما يقولون وما يفعلون، لأن كلامهم بالإضافة إلى ما فيه من مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مخالفة أيضا لما فيه صلاح البلاد، ومخالفة لما تقتضيه الإجراءات المطلوبة في القانون. إذا كنتم حتى لا تريدون أن تطبقوا شرع الله، طبقوا القوانين، القوانين ما سنت وما وضعت إلا لأجل إصلاح الناس، إلا لأجل منع الفساد. فالناس كلهم جميعا عليهم أن يكثروا سواد أهل الحق وأهل الخير، ويقف في وجوه هؤلاء الذين هم يتسمون باسم المسلمين ويطعنون في الإسلام ويطعنون في كل ما فيه ما هو خير وفيه صلاح، ويسمون ذلك تحت شعار مؤسسات المجتمع المدني. هل هناك مجتمع مدني مسلم في ليبيا يعني يريد أن يعني يتاجر بنسائهم ويتاجر ببناتهم ويبعنا بالمال، يبعنا في الأسواق خارج ليبيا للفاحشة وللمعاصي وللخمور والمخدرات؟ هل هناك أحد يرضى بهذا؟ هل هناك مؤسسة مدنية ترضى بهذا؟ هذا تزوير، هذا زور. يكتب كل واحد ما يريد أن يكتب ويقول هذه المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني تريد كذا وتريد أبدا. ما هناك، ليس هناك مؤسسات مجتمع مدني في بلادنا، حتى بالأعراف، حتى بالمروءة، حتى بالعادات، حتى بما عليه الناس من حشمة ومن حياة، بعيدة عن كل التعاليم الدينية، هم لا يمكن يرضوا بهذا، لا يرضوا مثل هذه المعرة، لا ترضى أسرة أيا كان أن تؤخذ بناتها ونساؤها من البيوت وتهرب وتباع وتشترى للفاحشة والمعاصي، هذا لا يرضى بأحد. وذلك يجب والمطلوب من كل الجهات المختصة أن تستمر في تطبيق هذا القانون للحد من الإجرام والحد من المعاصي، بحيث يعني لا نسمع للمرجفين ولا للفاسدين ولا للذين لا يريدون لبلادنا خيرا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات إذا وصل هناك اتصال يمكننا نستقبله. وشيخنا ورد لنا بعض الأسئلة، يقول السائل أنه متزوج وتقدم لخطبة امرأة أخرى وهي أرملة، وطلب والدها مهرا لها مؤخر كما يقول 15 أوقية ذهب، ولأنه لا يستطيع هذا المقدار تردد في قبول هذا العقد وأراد أن ينصرف، فخاطبته أو اتصلت به المرأة وقالت له أنه يوافق ظاهريا فقط ليرضي والدها، ويكون بعد ذلك أنها تقول أنها تسامحه على هذا في هذا الدين وهو المؤخر.
ولكن بقيت عنده سنوات وترددت في أحيانا تقول مسامحة وأحيانا تقول مش خسارة فيها وأحيانا تقول أنها نسيت. ثم آل الأمر إلى الطلاق وطالب والدها بهذا المهر المؤخر. فيقول هذا السائل: فنرجو من سماحتكم تبيين حكم قاضي السماء جل في علاه والنصيحة، ولا يمنعني هذا من إكرامها بما أستطيع وتطيب به نفسي. شيخنا بارك الله فيك، قبل أن تتكرم بالإجابة دعني نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل عليه. نعم، الأخ عبد الفتاح تفضل. السلام عليكم شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. الله يسلمك، الله يسلمك، بارك الله يا شيخ عبد الله. من أول ما قامت الثورة واستبشرنا خيرا يعني أنا ذهبت لوزير التعليم والنائب نتاعه وتكلمنا في هذا الموضوع، وقلنا لهم إذا أردتم أن تحافظوا على البلاد فعليكم بالمدارس الابتدائية والروضة، عليكم أن تراقبوا هذه المدارس وهذه الأماكن. في عهد القذافي كانت هذه التنصير ما تنصير والكلام هذا متهنين يعني كل شيء تمام، لكن انت تدير ثوره وتدير كذا وتحفظ بنفسك ودار افتاء وكذا، لن يدعوك عشان. ولذلك انا ادعو الاباء والامهات والنصيحه في الشارع وفي المسجد، وهو المسجد معطل وفي كل مكان، عسى ربنا ان ينفع عنا هذا البلاء. بارك الله فيكم. شكرا، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. نعم اخ عبد الله من الزاويه تفضل. السلام عليكم استاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم شيوخنا الافاضل وعلى راسهم الشيخ صادق سلطان العلماء. الله يبارك فيك. ونسال الله ان يشفي الشيخ محمد بجيل. اللهم امين، بارك الله فيك. يا شيخ عبد الله، تو المداخل هذا وفي حاجه المنشورات نتاعهم في المساجد المطويات هذه نتاع السعوديه هذه راهي خطر على الامه، واخد بالك مال، وتصور انهم رفضوا حتى مدونة الملكية نحطها في المسجد، رفضها. نعم، بارك الله فيكم ونشكر شيخ صادق، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك. نعم طيب، طيب اعود الى شيخنا، بارك الله فيك، تفضل شيخنا. نعم، هو قبل إجابة على السؤال احب ان انوه بما صدر مؤخرا من طلب التحقيق في الرقم الوطني، صدر من السيد مستشار النائب العام ومن رئيس ديوان المحاسبة أن هناك خروقات كبيرة في الرقم الوطني، وهناك تزوير أرقام بعشرات الآلاف، فإني أنبه باهتمامهم و أشكرهم على ذلك وأطلب منهم أن يستمروا في التحقيق في هذه المسألة، لأن هذا الكلام من مدة كبيرة كنا نتكلم عنه وكانت الجهات كلها معرضة لا تهتم بالموضوع، الآن صار هناك اهتمام، وذلك أشكرهم وأشد على أيديهم وأتمنى أن يستمروا بحيث تتضح الحقيقة للناس. وفي الحقيقة السيد المسؤول على الرقم الوطني التقيت معه وأبدى تعاونا كبيرا وتفهما، وذكر أنه يعني يعمل بكل ما يقدر وهو الماشي في موضوع المطابقة بين الأرقام الموجودة في المنظومة والأصول دفاتر اللي هي فيها المواليد. ولكن الموضوع حسب ما فهمنا من التصريحات الأخيرة من السيد النائب العام وموضوع ورئيس ديوان المحاسبة أن الخلل هو في المنظومة ذاتها، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح يعني العمل اللي يقوم به والجهد الكبير الذي يقوم به الجهاز في الرقم الوطني يعني مش حد لن تكون له فائدة، لأن كلما أصلحت شيء وقابلت بالأصول ما دام المنظومة يمكن اختراقها من أي واحد من أي أحد يستطيع أن يخترق ويضع فيها ما يريد، فكل ما تصلح أنت شيء غيرك يفسد أضعاف أضعافه. فالموضوع ليس بهذه البساطة، ليس لا يتوقف فقط على مجرد ما يفعله الآن المسؤولون على الرقم الوطني،
من المقابلة التي ذكروها، المقابلة مهمة، لكن المقابلة إذا كان فيه اختراق موجود في المنظومة ماذا يفيد؟ لا يفيده شيء. فلابد يعني الآن ذكروا أن أكثر من 160 من النيابة يتولون هذا الموضوع ويحققون فيه، وضبطوا عشرات الآلاف. فالموضوع يجب أن يؤخذ بعين الجدية، وأن مجرد المطابقة غير كافية، بل لابد من الإتيان بناس متخصصين، وهم من وضعوا المنظومة من الأول من الأصل، لأنها لم تكتمل. وحصلت مقابلات في السابق مع المهندس وليد الغدامشي اللي هو كان مشارك فيها، وطلب أن يستمر بحيث يضع لمسات الأخيرة فيها ويسد كل الثغرات، ولكن لم يمكن. فلعل هذه الثغرات هي الآن هي مكمن الداء، والفساد يأتي منها. ولذلك الأمر المهم والمهم والمهم في غاية الأهمية هو إصلاح المنظومة أولا، قبل إصلاح يعني الأسماء اللي فيها ومقارنتها بالأصول في الدفاتر. فإصلاح المنظومة هو أول، هو قبل كل شيء، إذا أرادوا أن يصلحوا ما فسد. أما فيما يتعلق بالجواب عن سؤال هذا الرجل الذي يعني أراد أن يعدد يأخذ زوجة أخرى، ووالد الزوجة اشترط عليه مقدارا كبيرا من الصداق وهو لا يقدر عليه، وأراد أن ينصرف عن التعدد هذا، لكن الخطيبة الجديدة طمأنته وقالت له اقبل وما يهمك شيء، سوف يتنازل ولا أخذ مهري. وبناء على ذلك هو أقدم حسب كلامي، هكذا هو يقول. والآن سأل الحال ويقول هي لم تفي بما وعدته ومن داش قدرة، وذلك لما هي لم تفي وأراد أن يطلق، والآن هل واجب عليه أن يدفع هذا المهر الذي هو اشترط عليه ووعدت بأن تتنازل عنه أم لا؟ أقول هو مفرط، لأنه إذا لو أراد أن يقيم الأمور على وجهها الصحيح، لماذا القرآن يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ويقول وأشهدوا إذا تبايعتم، ويأمر بالتوثيق؟ لماذا؟ هو خوف النزاع هذا اللي حصل الآن، ولذلك هو مفرط، وكان عليه أن يأخذ منها إقرار بذلك مكتوب، يأخذ منها إقرارا مكتوبا، بحيث هي بعد ذلك لا تستطيع أن تنكر أو تقول نسيت أو شيء من هذا القبيل. ولكن هذه المسألة هي دعوة الآن، الكلام يقوله الزوج هو دعوة، ما عندش عليه بين، عليه ليس عليه بينة. والمدعي إذا قام دعوة ما عندهش بينة لا يثبت الحق بمجرد الدعوة، يقال للمدعي عليه ما تقول؟ كان قال لا الكلام هذا ما صارش، يمكن أن يوجه اليمين للمرأة تعرف أن تقول هذا ما صارش، وإذا حلفت بريات. ولكن هو من حيث العهد، إذا كان هي عهدت بالفعل، ما هو الكلام كله هذا دعوة وكلام من الزوج. إذا هي عهدت بالفعل وأعطت عهدا على أن تتنازل، وبناء على ذلك على هذا الوعد هو تزوج وتحمل هذه التكلفة وهذا العبء، فالواجب عند علماء المالكية أن الوعد إذا ترتبت عليه كلفة الواجب الإيفاء به شرعا، يجب عليك أن تفي به. إذا كان هي صحيح وعادتك واجب عليها شرعا أن تفي بذلك، وإذا امتنعت لا تستطيع أن تجبرها عن طريق القضاء، لأن القضاء لا يعترف إلا بالبينات. ولذلك أنصحه هو والمرأة أن يذهبوا إلى دار الإفتاء ويسمعوا منهم الكلام، وبناء على ذلك يوجهونهم بنحو ما ذكرت لهم الآن. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا كريم. ونأخذ هذا الاتصال. نعم نعم، أخ عبد السلام من بنغازي، تفضل. يوم طيب إن شاء الله. يومكم طيب إن شاء الله. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل.
أنا عندي سؤال فضيل الشيخ لي طبعا على المرأة وتطرق إلى المرأة بداية الحديث. نعم. أنا عندي حديثين، هل صحيح أو صحيح بس؟ إني لا يفلح قوما تولوا امرأة من امرأة، هذه واحد. والمرأة إذا خرجت بيت زوجها بدون علم لا ننسى حتى الملائكة. إذا المرأة خرجت بدون زوج علمها من بيتها لا ننسى حتى الملائكة. والمرأة إذا تولت منصب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوما تولوا امرأة، بس هل الحديث صحيح ولا صحيح؟ يصح أن فضيلة الشيخ بس. طيب. بارك الله فيك، شكرا حبيبي. شكرا بارك الله فيك. نعم، عادل من تزورة، تفضل يا أخ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شن حاجة شنو؟ أهلا وسهلا. سامحنا عادل، تفضل. الكلام هذا والله العظيم خاصة مش من اليوم ولا من أمس، هم يعرفوا المشايخ أولى مني ممكن، ممكن تكلموهم حتى أنتوا ولا تعودوا لي، هذا كلام الحق يعني. لكن يلا حتى الرصيد يتمنى. شكرا 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 يعني. شكرا بارك الله فيك. نعم نعم، الأخ محمد من الخمس، تفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. حاجة شيخ. أهلا وسهلا، تفضل. عندي سؤال أنا. إيه تفضل يا أخي كريم. أنا عرفت باعتباري صاحب محل تواجه فينا الفكة هذه الربع والخمسين. ما عادش عرفنا احنا الغراض تعطوا فيهم الزباين حاجات ثم مش راضيين عليهم. طيب حاضر. حاضر يجيبك الشيخ ان شاء الله. طيب. نعم جمال من طرابلس، تفضل يا اخي جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله، ونشكركم شيوخنا علماء دارتان، الله يبارك فيك شيخنا علامة صادق عبد الرحمن الغلال حافظ الله، الله يبارك فيك كرم الله عليك، جزاك الله خير يا شيخنا، الله يا رب يحفظك يا شيخنا، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الأخ وسام من بنغازي، تفضل يا أخي وسام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو حالك شيخ عبد الله؟ يا أهلا وسهلا، تفضل يا كريم. الله يحفظ شيخ صادق رياضي. الله يبارك فيك، تفضل. فيك بارك الله. يا شيخ نبو نصيحة من الشيخ الصادق لوزارة التعليم. نعم. هم أصلا تو يزروا في الصغار على النت، أنا أول الناس والله حتى النت في الحوش ما عندي. لكن يقول الصغار عدي الدرس هذا تلقاه في النت وخش على النت، وانا اصلا صغار ما نبيش نعودهم على النت نهائي. بدات الدروس مربوطات، ودرت لهم كشكول نتاع ملاحظه، قلت لهم اكتبي لها فيه الابله، اكتبي لها فيه شن تبي وبعدين رجعوا، لكن لا يجبروا فيهم باش يخشوا النت، وبعدين يخشوا في مشاكل، دير لها تلفون ودير لها افتح لها نت. طيب حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. حياك تفضل. نعم الأخ محمد من غات، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا الشيخ عبد الله الجعيدي. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي كريم. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم على البرنامج الجيد هذا، أنت والشيخ الصادق فيك. بارك الله، الله يسلمك. عندي ثلاثة أسئلة بالله يا شيخ عبد الله. تفضل. ما تعليقكم على من يقرؤون الحزب حزبا بعد صلاة الفجر وحزبا بعد صلاة العصر في اليوم، يعني جزء في اليوم؟ تقصد فردي ولا جماعي؟ أيوة زي زمان هذا حزب متاع العصر وبعد المغرب لمدة شهر يختم وشهر قمري جماعي، قراءة جماعية يعني. أيوة قراءة جماعية. طيب والسؤال الثاني، ما تعليقكم على ختمات للميت في اليوم الثالث وفي اليوم السابع وبعد 40 يوما من الوفاة وبعد 14 ختمة بعد العصر كاملة يجمع الناس طيب بالله نبو تعليق عليه، بارك الله فيكم. بإذن الله. وعندي سؤال الثالث، قراءة كتاب الشفاء في شهر رمضان القاضي عياض، كتاب الشفاء هل هو من السنة القاضي أم عياض؟ نعم كتاب الشفاء القاضي عياض اللي فيه قصص الأنبياء والمرسلين. كتاب الشفاء ما هو؟ والله عنوان الكتاب احنا نسمعه به الشفاء وخلاص. طيب ما تعرفهاش يعني. طيب شيخ عبد الله بارك الله شكرا فيك. بارك الله فيك، ماشي شكرا. نعم طيب عبد الله من مصراتة، تفضل يا اخ عبد الله. نعم تفضل يا اخ عبد الله. عبد الله من مصراتة تفضل. طيب
طيب شيخنا، أيضا ورد إلينا سؤال بارك الله فيكم، يقول السائل: شخص أعطى قصابا مبلغا من المال يتاجر له به في مهنته، فوافق القصاب على أن يكون المكسب من رأس مال هذا الرجل يقسم كالآتي: ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للقصاب صاحب المحل، وثلث لسيارة القصاب التي يسافر بها ليشتري لشراء الذبائح للمحل، مع علم أنها سيارته، فهل هذا العقد صحيح وما توجيهكم بارك الله فيكم؟ والآن تحول من قراض إلى مشاركة، جمع بين القراض والشركة. جمع بين القراض والشركة عند علماء الملكية لا يصح، لكن عند غيرهم يجوز، يعني بمعنى أن العامل هو القصاب بيدفع رأس مال، زي ما دفع صاحب رأس المال دفع مثلا 50,000، والقصاب بيعمل وبيدفع جزء من رأس المال اللي هو بيعمل سيارة وبيأجر سواق وبيصونها، يعني رأس مال هو دافع، حتى هو رأس مال يسمى دافع رأس مال. فاجتماع الشركة والقراض عند علماء غير الملكية يجيزونه، فإذا كان هم اتفقوا على نسبة، لكن تكون نسبة هكذا، مش السيارة الثلث وكذا، يكون القصاب بيأخذ ثلثين، ثلث لعمله وثلث لرأس ماله، وصاحب رأس مال يأخذ الثلث. لما يكون بهذه الصورة يكون صحيح الأمر، لكن مش معنى السيارة هي المشاركة، لا، القصاب هو شارك بشيئين: شارك بعمله وشارك برأس مال يشتري به سيارة ويوزع به اللحم، فيجوز له ذلك وتوزع الأرباح على ما اتفق عليه. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ محمد من خمس يقول أنه صاحب محل، وأحيانا يعني لا يبقى عنده ما يرد به باقي المال للزبون، فيرد قروش وربع دينار، 50 قرش، ولكن أحيانا لا يكون عنده هذه القروش، فيرد بحلوى أو ما شابه، ولكن بعض الزبائن لا يرضى بذلك. هذه مشكلة حقيقية، وسببها المصارف، هي مش سببها أنه هو يكون عنده ما يكونش، لأنه لا يجد هو. يعني أخاطب الناس المسؤولين عن المصارف، إذا كان هذه العملة ما زالت هي معتمدة ومعمول بها، الربع دينار والنصف دينار والخمسة قروش والكذا، كان هي ما زال عملة معتد بها ومعتمد بها في الدول الليبية، يجب عليهم توفيرها، ولا يجوز لهم أن تكون هي ناقصة ولا غير موجودة، واللي يطلبها ما يلقهاش، هذا لا يحل لهم، إما أن يوفروها وإما أن يلغوها، لأنه بيترتب عليها حقوق زي ما ذكر هذا السائل. البايع والشاري أحيانا مش كله بخمسة دينار وعشرة دينار، أحيانا يقوم بخمسة دينار ونصف، خمسة دينار وربع، كيف بيعمل هذا؟ فهو محتاج إلى هذه الفكة، إلى هذه القطعة الصغيرة، بل محتاج إليها ولا بد منها، فإما أن توفرها الدولة مصرف ليبيا المركزي، إما أن يوفرها وإما أن يلغيها. أما أن تبقى هي سارية المفعول والناس يتعاملوا بها وهي غير موجودة، فهذا لا يحل، وإثم ذلك على من يتولى هذه المسألة، المصارف والمصرف المركزي، وقال لهم إما أن توفروها وإما أن تلغوها، لأن هذا التاجر يبقى هو ضحية مسكين، لما بيرد ربع دينار ما يلقاش، يمشي المصرف ما يعطيش ربع دينار، يبقى بياكل حق الزبون هذا اللي هو مازال يبي من ربع دينار، قاعد نعطيه حلو ويقول مش راضي. لا يحل مال من المسلم إلا بطيب نفس منه. ما الذي جعله يرتكب هذا الإثم ويأكل ربع دينار من الشخص اللي اشترى منه السلعة؟ مصرف المركز يقول جعله يفعل ذلك، في المصرف مطالب إما أن يوفر هذه العملات الرقيقة وإما أن يلغيها. نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ وسام من بنغازي يتحدث، يقول لو توجه نصيحة لوزارة التعليم، هو يشكو من قصة أن
يتم توجيه الطلبة الصغار في المدرسة بالرجوع إلى دروس في صفحات مثلا الفيس، فيحتاجون إلى فتح النت، وهذا يكلف الوالد وأيضا يفتح باب مشاكل. يقول من حقي هذه الشوكة، من حقي، لأن وزارة التعليم لابد أن تؤدي وظيفتها بالصورة المطلوبة منها، مطلوب منها أن تعمل فصول دراسة ومدرسين ومدرسات وكتب وتقري الطلاب في الفصول بوجودهم في الفصول، لكن كنا تترك هذا ولا تعمل جزء منها بس 50% أو 50% تقول للطلاب والطالبات افتحوا النت وتلقوا الكذا، هذا ليس من حقها ولا يجوز لها هذا، لأن مش كل حد هو يقدر يدخل على النت ولا عنده ميزانية لها، وبعض الناس زي ما ذكر هذا السائل هو لا يريد أن يفتح هذا ويبي كلفة بيشري جهاز لكل صغير، كل واحد من الصغار يشري له جهاز وبيعود على النت، وربما هو لا يريد أن يفتح بعض الأشياء اللي ربما تفتح عليه شر، فهذا لا حق لوزارة التعليم فيه. وزارة التعليم مطالبة بأن تدرس الطلاب في الفصول والطالبات في الفصول وتحضر لهم مدرسين ومدرسات، أما أن تحيلهم لا تدرس. إذا كان هي درست في الفصول المنهج بكامله ووفرت وبينت للطلاب ما يريدونه ووفرتهم الكتب ثم طلبت منهم الاستعانة بالنت، هذا لا بأس، لأن بعد ذلك من لم يقدر على النت لا يضره لأنه اكتفى بالتعليم في المدرسة، لكن يكون التعليم في النت هو الأساس ولا جزء من الأساس، نص المنهج هنا ونص المنهج هناك، فهذا لا حق لهم في ذلك، وهذه من الأخطاء الكثيرة والمخالفات الكبيرة اللي هي موجودة الآن في وزارة التعليم والتقصير، ومن وعلى رأسه عدم توفر الكتب. لا، ليس هناك بلاد في الدنيا تدرس أطفال من غير كتب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.